الخضر عليه السلام قتل غلاما، كيف قتله وما المقصود بالقتل؟ على الخضر عليه السلام كان بعهد موسى، موسى النبي موسى من أولي العزم. لاحظوا الآن، نبي موسى بالرغم أنه من أولي العزم ما قدر يتحمل روحانية الخضر عليه السلام. ممكن تشبيههما على سبيل التشبيه مثل شمس تبريز ومين اللي كان جلال الدين الرومي؟ جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي شريعة، وشمس تبريز روحانية. أما جلال الدين الرومي قدر يتناغم مع شمس تبريز، فينا نعتبرهم صاروا توأم روحي. الآن قصة الخضر عليه السلام من خلال قتله للغلام لقى تفسير الظاهري إلى لما فسرها للنبي موسى إنه كان هذا الطفل رح يحرف والديه عن ماذا؟ عن التعبد والصراط المستقيم، يعني رح يكون حجاب لهما عن وصول للمراقي العليا أو لسعة سماوات الوحي. هاي هو المعروف. لو فكرنا شوي بالموضوع بنلاحظ أنه دوما دوما تروى القصص للأطفال، تروى القصص للأطفال. فالقصص حلوة كثير، تستهويها نفوس لما بتكون بمرحلة طفولية. يعني هاي مو إهانة الآن إنه عم يتهم الناس المتدينين بالأطفال، لا مو إهانة. نحن الآن أطفال بالجسد، لما بنشوف طفل بعمر معين، هل تعلم أن رجال وقد يكونوا شيوخ وعندهم الجسم العاطفي ربما يكون طفل عمره 3 سنين 4 سنين غير نامي، ممكن الجسم العاطفي أو الكوكبي. في ناس عمرهم 60 سنة 70 سنة الجسم العقلي يعني العقائدي اللي فيه العقائدي، ما إنه بعمر طفل يوم أو يومين، ناقص 100 سنة ناقص 1,000,000 سنة الجسم العقائدي عكوس تماما. لاحظ الفكرة، نحن نحكي عن طبقات الإنسان، الأسئلة وكأنها متوافقة والحمد لله ما في تنسيق مسبق. إنسان يظهر طفل منقول إنه هذا طفل، سبحان الله. ليه؟ لأنه حسي، شفنا شايفينه بالحواس. الإنسان قد يكون طفل وهو شيخ. ما بقصد براءة الطفولة، براءة الطفولة ما بقصدها، قد يكون ببراءة الطفولة هي شيء حلو. أما أن يكون طفل بمرحلة التعليم بعده ما بيعرف حتى الحروف الهجائية، هذا ما ينطبق على الكثير من المتقدمين بالسن، جسم العقائدي بالناقص، بالناقص إذا ما قلنا يوم يومين وهم عمر متقدم. فالقصص لما تروى عم تعطي دوما، القصص برواياتها إشارة روحية للعقل الباطن. كل شيء عم نشوفه بالحواس عم بيكون مسؤول عنه. لما بأشر لكم القسم الأيسر، مش هذا الأيسر على المباشر، بيكون هذا الأيسر، هذا الأيمن عندي، انتوا عم تشوفوه أيسر. ليك هالخدعة إذا بمستوى بسيط بيتخربط الدماغ، كيف 7 مستويات وكل واحدة في الاحتمال، صار في عنا احتمالات عديدة جدا. فبالتالي لما بصير في أي شيء بعالم الحواس، أي مشكلة، خصوصا لما بتكون صاعقة مثل قتل غلام، قتل غلام عبتعطي رسالة للعقل الباطن للبشرية كلها. ما هي الرسالة التي أراد الخضر عليه السلام أن يوصلها للبشرية قاطبة من خلال قتله للغلام؟ الرسالة أن لا شيء ولا علاقة تسمو
على علاقتنا بالإله، على علاقتنا بالروح. كل الحجب المادية والفكرية وروابطنا الدموية، خصوصا أطفال، أكثر شيء الأولاد، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، هذه الحجب هي عبارة عن معوقات عن الصعود، خصوصا لما بتكون بشكل تعلق. في فرق بين أن أربي، لاحظوا الكائنات الحية الأخرى تربي بامتياز بلا تعلق، تعطي واجبة بتعمل واجبة، أما نحن بني البشر عم نستنزف أرواحنا نفسها، الروح الحي فينا، من أجل علاقات دموية معينة. كثير ممتاز الواجب أن نؤديه، ولكن أن نبيع أنفسنا، أن نبيع أرواحنا لأجل علاقات ولو عاطفية ولو حتى بأبناء، هذا أعطى الخضر عليه السلام رسالة للبشرية أن الإله لا عداه، الإله لا عداه، دوما دوما يسمو. فبالتالي لما الإنسان خصوصا بالوقت بده ينزعج من أبنائه، ما رح يحققوا الرغبات اللي هو رغبان يكونوا عليها، ما رح يكونوا مطيعين مثل ما عم بصير معنا كأكثر من نصف المجتمع، أكثر بكثير، في شيء ما عم بيجي على مزاج أو هوى أو رغبة الوالدين، وبالتالي عم بيكون في إزعاج. هذا الإزعاج، هذا الاستياء، أحيانا بصير في حقد، ردات فعل عنيفة، عم نرسب على أنفسنا ونسجل كارما كارما بسبب تطرف بالعلاقة، تعلق. فالخضر عليه السلام المقصود بالقتل أعطاء رسالة، أعطاء رسالة أن لا تجعل أي حجاب بينك وبين الإله. طبعا مش هي دعوة لتروح تعمل مثل ما عمل الخضر عليه السلام، هي قصة قد تكون رمزية، قد تكون رمزية، مثل قصة إبراهيم عليه السلام والأضحية اللي ضحى بها بدلا أن يذبح ابنه. قصص لأجل أن تلهم العقل الباطن بعدم التعلق. فمثلا طيب هي قصة القتل. في قصة أخرى اللي هو لما السفينة كان في قراصنة وإجا ثقب السفينة ورجع رقعها، يعني شو الإيحاء للعقل الباطن اللي ممكن يكون؟ ما هو الإيحاء للعقل الباطن من خرق السفينة؟ لاحظ الآن سفينة متكاملة حلوة، عندك سيارة جيبة جديدة، تصور في جريمة قتل صارت يمكن بالخليج نتيجة خدش سيارة وكالة، يعني انت سفينة ممتازة. فبيجي الخضر عليه السلام بيثقب السفينة وكأن صارت عائبة، فيها عيب، وبيكون هذا العمل السلبي، لاحظ هذا العمل السلبي بيكون في وراء خير. شو الرسالة اللي قدمها الخضر عليه السلام من خلال خرق السفينة؟ الرسالة الكرمية من قبل الخضر عليه السلام أن يعطينا درس عدم التعلق بالكمال في هذا العالم، عالم النقص، ما نقبل النقص وكأنه كمال لأنه إرادة إلهية، ما نقبل المرض، ما نقبل الخسارة، ما نقبل الموت، ما نقبل إزعاجات الآخرين إلنا. الرسالة إذن برنامج عدم التعلق بالكمال، لأنه اللي بيتعلق بالكمال رح يمضي عمره يلهث خلف الكمال بعالم النقص، ورح يكون مزعوج جدا، وانت مخلوق لتكون سعيد بسعادة الوعي. فبالتالي هذه الرسائل الدواعية ولو عبر القصص تصل للعقل الباطن للجانب الأيمن،
عندنا دماغ وكأنها رسالة من الأعلى لكي لا نتعلق بالكمال. وكم من نفس فقدت بريق سعادتها بسبب تعلقها بالكمال. الكمال لله وحده، ونحن بعالم النقص بدنا نقبل وجودنا الناقص، بدنا نقبل عيوبنا، بدنا نقبل حتى المرض والخسارة.